لكن في تصريحات بريطانية قديمة انه اصلا ما ممكن كانوا يحتلوا القدس بدون الجنود المصريين. المصريين، ما انتم مش عارفين انه المصريين اكثر من 1,200,000 شاركوا في الحروب هاي تحت قيادة بريطانيا، طبعا اكثر من مليون. وما كان ممكن تحتل القدس بريطانيا لحد الان بيعانوا الناس من بدون، زي ما هم مصالحين يعني لما صار في التاريخ بدون الجنود المصريين. طبعا الأمة جاهلة، كانت الأمة جاهلة وتخلف والسيطرة للقيادات، والناس تثق بقياداتها، وحتى لما توديها على جهنم بيمشوا. بس المصريين لا. طيب لكن بدرسكم مش هذه المسألة، ايش مشاركة يعني جنود العرب في مساعدة الغربيين في احتلال بلاد المسلمين؟ ما بدرسكم مش اياها، بصيروا سبوا قلعة بالفور، بسبوا قلعة بالفور وبغطوا على مين؟ بغطوا على القيادات اللي لا تزال موجودة، اللي خانت الأمة وساعدت الغرب احتلال عالم المسلمين. طيب بلكي يوم يجي نفصل كل البلاد وكيف تم احتلالها بمساعدة بدماء المجاهدين العرب المسلمين. المجاهدين قال هذه جهنم بتكون فتحت أبوابها، بسموهم مجاهدين بعدين لا يكون شهداء كمان، لا يكون شهداء كمان اللي بقاتلوا تحت لواء الكفار. ولا بيحسبوا الناس انه هاي مسلم خلاص شهادة، هيك شهادة مسلم شهادة تأخذها وخلاص، يعني ابوك وامك مسلمين خلاص. وهم الكفار في المسلمين اكثر بجوز من الكفار في غير المسلمين، واحنا مش داريين. طيب وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كله يعني. طيب هذا بالفور، تعودوش تسبوا بالفور. يعرفوا في مين قاتلوا البريطانيين، يعرفوا في مين قاتلوا وكيف احتلوا العالم الاسلامي، لان المسألة بتتكرر قاعدة، المسألة بتتكرر وبيقاتلوا. طيب هذولاك ما كانوش واعيين، وقبائل وبتمشي ورا زعماتها الخاينة وغير الخاينة، بس طبعا في ومضات في العالم الاسلامي اشي خارق. عبد الكريم الخطابي في المغرب شوفوها كم سنة وكم هزم جيوش متطورة هزمها. عبد الكريم خطابي، عبد القادر الجزائري، عمر المختار، سين، ما قالوش اي. تمام. طيب وفي المقابل في طبعا خونة، في المقابل طيب جينا الآن لموضوع 48.